مساء الخير مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من برنامج كش ملك. النهاردة في كش ملك هنكمل مع بعض فتح ملف تلوث المياه في محافظة الدقهلية وإهدار الثروة السمكية. هنتكلم على بعض المواضيع الخاصة بمحافظة الدقهلية، بداية من تعيين الدكتور أيمن مختار محافظا للدقهلية. نطلع نشوف التقرير الإخباري، وبعد التقرير الإخباري نرحب بضيوفنا ونبدأ حلقتنا ونفتح ملف إهدار الثروة السمكية في محافظة الدقهلية. عرف النشأ منذ نعومة أظافرهم ماهية عمل ومهام رجال الشرطة، فهذا ما تسعى إليه وزارة الداخلية لغرس قيم الولاء والانتماء لدى هؤلاء. تطبيق ذلك يأتي من خلال قيام مديريات الأمن والقطاعات الشرطية بتنظيم زيارات لطلاب المدارس بمراحلها المختلفة لبعض الجهات الشرطية، بخاصة المرور والحماية المدنية، لتعريفهم بدور تلك الجهات وأهميتها في الحفاظ على أمن وسلامة المواطن. فهنا مدينة مرورية أقيمت لتعليم الأطفال قواعد وآداب المرور وأهمية الالتزام بها حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات. يستطيع الأطفال ركوب سيارات كهربائية وتجربة الالتزام بهذه القواعد ميدانيا، بينما في الحماية المدنية يشاهد الأطفال كيف يتعامل رجال الشرطة وتعاملهم مع البلاغات الخاصة بالحرائق. كما تنظم المديريات والقطاعات الشرطية زيارات ميدانية للمدارس وعقد ندوات تثقيفية للطلبة فيها، يتم شرح الخطوات التي يتبعها رجال الحماية المدنية بصفة خاصة للوصول إلى البلاغات والتعامل معها والإرشادات الواجب اتباعها من قبل المواطنين للمساعدة في تجنب أخطار الحرائق وسرعة إطفائها. كل هذه الزيارات والمبادرات تركت انطباعا طيبا لدى الطلاب وأكدوا على استفادتهم منها، كما أنها تسهم في إعداد أجيال واعية تقدر معنى العمل الوطني والتضحية في سبيل أمن الوطن واستقراره. أنا تعلمت أن مثلا لو في حريقة في البيت أتعامل معها إزاي، وأن أخد ستر لو شمم ريحة غاز أو حاجة عشان ما يكونش في خطر عليا أو خطر على أي حد موجود في البيت. في السواقة إزاي أتجنب الحوادث وأخلي مسافة قد إيه بيني وبين العربيات اللي قدامي. اللابتوب ما أسيبوش على السرير، أسيبه على مكتب، ترابيزة، أي حاجة غير قابلة للاشتعال عشان السرير ممكن يشتعل أو حاجة. النهاردة كان يوم من أيام تنمية الوعي عند الطلبة. إحنا الحقيقة يعني كمجتمع بقى بنحيي هذه الوزارة في إن هي شكل التواصل كمان مع المجتمع بقى حيوي جدا وبقى قد كده متضافر جدا مع المجتمع. بمناسبة حملة 16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة ومشاركة من وزارة الداخلية في الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، فقد قام قطاع الخدمات الطبية وعلى مدى 3 أيام بتوقيع الكشف الطبي مجانا على السيدات بمستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية وأسيوط، حيث تم استقبال عدد كبير من السيدات بالعيادات الخارجية بالمستشفيات المشار إليها وتوقيع الكشف الطبي عليهن في مختلف التخصصات، وهو أمر أدى إلى إشادة واستحسان السيدات التي تم توقيع الكشف الطبي عليهن في مختلف التخصصات والاستفادة من هذه المبادرة، والتي تأتي في إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل دورها الإنساني والمجتمعي. أنا جيت كشفت وخدت علاج وأحسن معاملة، وكشفت كشفين اتنين، كشفت عظام وكشفت أنف وأذن. كشف مجانا وكله مجانا، كل حاجة الحمد لله، صرفنا علاج مجانا كل حاجة. دكاترة وكلهم ناس كويسين، ربنا يبارك لهم في صحتهم وفي عافيتهم. جيت الشرطة كشفت وقطعت تذكرة ببلاش وكده العلاج ببلاش ونشكره. جيت كشفت هنا في وزارة الداخلية، كشفت عظام، كشفت عيون، كشفت جلدية، كشفت بطينة. ربنا يخلي لنا الرئيس إن شاء الله، والكشف حلو وكل حاجة حلو والعلاج حلو ببلاش ما بندفعوش، جبت شوية تعريف. جينا مستشفى الشرطة وكشفنا وكل الناس اللي فيها محترمين، وخدنا العلاج ببلاش والدكاترة ممتازين جدا. دايما يا رب ما بس منصورة منصورة منصورة. مشاهدينا الكرام، نرحب بضيوفكم وضيوفي الحاج محمد العلائي. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذ حسام. مساء الخير يا استاذ حاج احمد عمونس. اهلا بك يا فندم.
الحلقة اللي فاتت كانوا هم نفس الضيوف بتوعنا، وكنا فاتحين الملف بتاع تلوث المياه في مدينة جمصة من خلال مصانع المنطقة الصناعية وإهدار الثروة السمكية، وكان لنا مداخلات مع الاستشاري أحمد محجوب رئيس المنطقة الصناعية في مدينة جمصة. وبعد الحلقة كنا معاه في جولة، دخلنا معاه جولة ورحنا زيارة المنطقة الصناعية، وكان معانا الحاج محمد العراقي والحاج أحمد عبد المؤنس، وكنا موجودين معاه وشفنا عمليات صرف لبعض المصانع والإجراءات اللي بتم اتخاذها معهم. حاج أحمد، التقرير اللي احنا عملناه مع بعض وكنا مع بعض في المنطقة الصناعية. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في بداية البرنامج بشكر الدكتور أحمد محجوب على الوقت اللي قضاه معانا، وفعلا طلعنا على المواسير وقفلناه، وكان فعلا في مواسير كتير شغالة. وبعد ما قفلنا المواسير بحوالي 5-6 أيام المواسير اتفتحت تاني، والأستاذ أحمد طلع قفلها ورجعوا فتحوها تاني، والموضوع قائم ما فيش حد قادر يعمل له أي حاجة. استاذكوا كده على الشاشة ممكن التقرير بتاع الجولة بتاع الزيارة. حاج محمد، احنا كنا موجودين وانتوا اقترحتم في الحلقة اللي فاتت ان يتم انشاء محطة معالجة، وعرضنا بعض الفيديوهات لبعض المصانع اللي بتقوم بالصرف الصناعي في المصرف وبتعمل عملية تلوث للأسماك. يمكن شباب هيجيبوا لنا الوقت التقرير بتاع الجولة. واحنا كنا مع بعض في الزياره، انت خلال الجوله واحنا مع الاستشاري احمد محجوب رئيس المنطقه الصناعيه، هل الجوله خلال الجوله انت حسيت ان في ان المنطقه الصناعيه المسؤولين عنها واقفين معاكم كصيادين واقفين مع المشكله بتاعتكم، ولا حسيت ان هو مجرد تصريحات ومجرد كلام؟ لا، هي بصراحه شفنا من الدكتور احمد عامل معانا مجهود، يعني الله يجزاه خير عنه، وقام معانا بدور كويس، وطلعنا خدنا جوله وبرضه عرفناه ان في حلول موجود ممكن المحافظه تقوم بها. ومن ضمن الحلول قلنا له على ال 105 فدان الموجودين ممكن يتعمل فيهم محطه معالجه تعالج مشكله جمصه للابد. يمكن على الشاشه هي الجوله دي، بدايه الجوله بتاعتنا واحنا كنا مع بعض في المقر بتاع الاداره بتاع المنطقه الصناعيه. هو بصراحة أنا احترمت الأستاذ أحمد جدا، لأن فعلا قام بمجهود محترم يعني يستحق يعني الإشادة به. ولكن الوضع أكبر، الوضع فعلا كارثي، ومحتاج جهات الدولة المسؤولة عن المشكلة تدعم الدكتور أحمد في المشكلة دي. عندنا أستاذ حسام هيئة البيئة دي مفروض تكون داعمة في المشكلة بفعل الرقيب على التلوثات ديت. وزاره الصناعه مفروض تبقى لها اهتمام بالمشكله ديت، وزاره الزراعه مفروض تتدخل في المشكله ديت وتحل المشكله ديت، واحنا عندنا برضه حلول سريعه. احنا العشاشه ده واحنا موجودين يومها على عند المصرف، ودي احد المصانع اللي كانت بتسرب وحضراتكم قلتوا عليها. ايوه كنا احنا مع الاستشاري احمد محجوب اهوت، حضراتكم موجودين معانا. تمام. احنا بنتكلم في مشكله هتأذي المنطقه كلها يا استاذ حسام. احنا مش جايين علشان مشاكل الافراد، احنا جايين في مشكله بلد بقى لها اكتر من 4 سنين بتعاني من نسبه التلوث الموجود. فاحنا دلوقتي عاوزين حلول. مفروض الجهات المسؤوله في الدوله مع احترامي للجميع نتشارك ونشوف ايه الحلول السريعه. يعني احنا من الجوله بتاعتنا دخلنا في محطه الصرف الداخلي بتاع المنطقه الصناعيه، ولقينا فيه ما فيش الا مطروح واحد اللي شغال في المحطه. دي هيجي قدام. هو دلوقتي واحنا مع بعض كنا في الجوله مع بعض، وهنا هو ادى امر واحنا موجودين، وبعد جاب الكراك وسد بتاع المواسير التسريب. صح. انا مع احترامي للدكتور احمد، هو فعلا انا من نموذج اللي يحترم بالنسبه لمسؤول. حضرتك كنت عرضت حد الحاج احمد، وحضرتك كنت عرضته الحلقه اللي فاتت عن انشاء محطه معالجه. تمام. في موجود، هو ده دلوقتي هو دي ال 108 فدان اللي هو قال عليهم. دي 108 فدان ورا المنطقه ملاصقه للمنطقه الصناعيه.
دي هتعالج المشكله، لان المشكله داخله برضو على مشاكل كتير جدا يا استاذ حسام، لان مش قطاع الثروه السمكيه بس، ده برضو داخل على قطاع الصياح. فاحنا كده اذا ما خدناش اجراءات سريعه تعالج المشكله ديت، احنا داخلين في تدمر بالنسبه للبيئة. دي حاج احمد الماتوريدي اللي هو قال ان احنا في دي محطه المعالجه اللي احنا كنا فيها، وقال ان في ماتورين دول يا استاذ حسام ما يشغلوش ربع المنطقه الصناعيه، المنطقه الصناعيه عايز على حاجه 6 مواتير زي دول يشغلوها. هو كان في ماتورين وفي ماتورين عطلانين. لا ماتور واحد شغال، واحد بيبطل بيريحوا بعض، واحد شغال وواحد بيريح. هي عايزه 3 يشتغلوا و3 يريحوا، لان دي مشكله بلد. يعني يا استاذ حسام انا عايز اي حد من الساده المسؤولين او الساده المحافظ يشكل لجنه ويجيبوا لي اللجنه دي، انا اجيب لهم سمك من البحر وفي خلال 10 دقائق هشوي لهم السمك ده ويدوقوا السمك. لو السمك دي يتاكل يقولوا لي يتاكل ياكلوه قدامي. احنا يا استاذ حسام السمكه اللي عندها قوه تحمل وبتخش على الميه، لو جيت تاكل السمكه تلاقي ريحتها سبرتو وريحتها ادويه، محدش يعرف ياكلها. يجوا وانا اجيب لهم سمك على الطبيعه ويشوفوه. طب احنا لو نشدنا المحافظ الدهليه ان هو يصدر قرار بان الماتورين دول يتجابوا على حساب مصالح المنطقه الصناعيه، مش ممكن يكون حل مؤقت؟ ده الحل السريع يا استاذ حسام، كخطوه اجرائيه سريعه. جزء مواتير جداد اتحطوا في محطه الصرف بتاع المنطقه الصناعيه، وبدل ما الصرف ده بيتهرب للصرف الزراعي يتحول للصرف ايه؟ الصرف الصحي. وهيترفع للمنطقه الايه؟ منطقه المعالجه بتاع جمصه. فاحنا كده اعتبر بنعمل ايه؟ معالجه مؤقته. احنا عاوزين معالجه دائمه. هنعمل لازم يتعمل محطه معالجه فين؟ ورا منطقه صناعيه، لانك المصانع الكبيره كلها فين؟ في المحاره الرابعه. لا شوف لي الدكتور عماد النجار بعد اذنك. المواسير يا استاذ حسام اللي مفتوحه دي، انا عايز اعرف المواسير دي بتتفتح وبتتقفل. طب ما يشتروا المواسير خالص، هي المواسير لما هو مش محتاجها في حاجه هو عاملها ليه؟ عاملها عشان اما اروح اجيب اي مسؤول يبص عليها يقفلها، وبعد ما امشي يفتحها. طب اشتري الماسوره خالص بدل انت ما بتصرفش، اشتريها سايبها ليه؟ اكتر من 30 ماسوره يا استاذ حسام مفتوحين، كل ماسوره 8 بوصه و15 بوصه بينزلوا ميه في الصرف، والميه نازله في البحر الابيض ملوثه البحر كله. يعني هو بياخد الاجراء واحنا كنا معاه، يعني هو بيقفل الماسوره وبعد كده وبعد كده بيفتح المصار. لا مش هو اللي بيفتحها، لا لا هو المصنع، هو المصنع اللي بيفتحها بيفتحها تاني. لكن هو ما بيفتحهاش، هو الراجل موجود في الجوله وكنا مع بعض واخد الاجراءات وسريعه، وقبل ما احنا نروح كان واخد اجراءات مع بعض المصانع. دي حقيقه. طب اشتري المواسير خالص، اشتريها لي خالص، سيبها ليه لما هي يهدها؟ ما هو زال قدامنا بالكراك ورجعوا عملوا مواسير تاني، زال ورجعوا عملوا تاني. بص يا استاذ حسام، المشكله اللي احنا فيها مشكله كبيره، وعاوزه اجهزه الدوله المسؤوله عن المشكله لازم تقعد وتشوف لها حل. احنا كاهل جمصه جميع الصيادين الموجودين اللي هي عيشتهم اصلا الصياده ومهنتهم عن جد ابا عن جد الصياده، ما لهمش اي وظيفه ثانيه، بقى لهم 4 سنين اتدمروا. احنا مش جينا هنا بناء على ان احنا جينا لان احنا اصل كليتنا اتبهدلنا. احنا بنتكلم عن بلد يا استاذ حسام، احنا بنتكلم عن بلد تابعه لمصر. جمصه ديتي بلد طبعا مصر، واحنا بنتكلم عن اهل البلد اهالينا اللي همش لاقيين ياكلوا. يعني انت عندنا دلوقتي حتى العيش المدعم ما همش عارفين يجيبوه، ما فيش معاهم فلوس يجيبوه. الناس ظروفها تحت الصفر. الدنيا وقفت. الدنيا وقفت يا استاذ حسام، ما فيش. احنا المنطقه الصناعيه بيشتغل فيها 5000 واحد، احنا عندنا 200000 واحد ما همش لاقيين ياكلوا. يعني ناس تاكل وناس تموت. ما فيش مهنه اخرى يشتغلوا. مهنتهم اللي اتربوا عليه ولقوه. جت التلوث بتاع المنطقه الصناعيه دمرت العمل، ان كان تربيه سمك او ما او 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 زراعه اللي احنا بنشتغل فيها، اللي احنا برضه في صيدليه، ده انتهى، ما عادش فيه اي نشاط في النسبه. هستأذنكم من الدكتور عماد النجار مدير اداره التفتيش البيئي. الدكتور عماد، دكتور عماد. ايوه السلام عليكم. مساء الخير يا دكتور عماد. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا فندم؟ دكتور عماد النجار مدير إدارة التفتيش البيئي بمحافظة الدقهلية. دكتور عماد، احنا في صدد عرض مشكلة تلوث في المنطقة الصناعية مما تسبب في إهدار للثروة السمكية ووقف حل للصيادين في منطقة جمصة. تمام حضرتك، مع حضرتك يا فندم. ايه دور جهاز البيئة في محافظة الدقهلية بخصوص المشكلة دي؟
حضرتك احنا كمحافظة في الدقهلية شغالين تنفيذا لتوجيهات وتعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا لقرار محافظة الدقهلية بتشكيل لجنة دايمة برئاسة السيد المهندس مدير عام البيئة في المحافظة، وعضو معانا عضو من الصحة وعضو من جهات مختصة، بيتم سحب عينات من كافة المصانع التي تقوم باستخدام المياه في العملية الصناعية. حضرتك بنحلل عينات في حالة ورود نتائج سلبية وعينات مخالفة بيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضدهم، إما بشأن لو في بعض المصانع التي تقوم بالصرف سلبي مباشرة دون عمل وحدات معالجة بيتم فصل كافة المرافق بناء على تعليمات السيد الوزير المحافظ، فصل المرافق عن تلك المصانع ورفع المواسير التي تقوم بالصرف السلبي مباشرة على أي مصرف زراعي. طب دكتور عماد، احنا في زيارة للمنطقة الصناعية الأسبوع اللي فات أو اللي قبله، وكنا مع الاستشاري أحمد محجوب وشفنا بعض المصانع اللي كان عملية صرف في المصرف، واحنا موجودين كان هو أغلق بعض المواسير ورفعها، لكن يمكن على الشاشة دلوقتي كان الشباب مشغلين على الشاشة دلوقتي وحضرتك بتتصل فيديوهات جديدة، يمكن كانت أول امبارح المصانع رجعت تاني مغطية المواسير بتاعت الصرف بتاعتها بحشيش وورق وأعشاب على أساس عملية الصرف تبقى مغطى اللي هو الصرف الصناعي بتاعهم في المصرف. إيه الإجراءات اللي ممكن ياخدها جهاز البيئة بخصوص المصانع ديت؟ لأن أنت بتقفل وبتمشي بيرجع تاني يفتح، ممكن يقعد 10 أيام أو يقعد أسبوع ويرجع تاني يفتح. هو حضرتك اولا صباح باكر ان شاء الله الرحمن كافه المواسير التي تقوم بالصرف على المجرى المائي سوف ترد تغلق غدا ان شاء الله الرحمن، ده حاجه. الحاجه الثانيه الاجراء القانوني اللي بيتم، احنا بنعرض الموضوع على السيد الوزير المحافظ لان القانون 15 لسنه 2017 الخاص بتيسير الاعمال للمصانع المنشات الصناعيه قانون استثمار، ده بيهيئ الجهه المسؤوله عن القفل والايقاف والغلق هي الهيئه العامه للتنميه الصناعيه. حضرتك في تعليمات من رئيس مجلس الوزراء، نصها ان لازم ولابد من انشاء وحده معالجه لكل مصنع يقوم باستخدام المياه في العمليه الصناعيه، واحنا بنراقب ده كويس قوي وبننفذه على ارض الواقع. هو للاسف ان بعض المصانع ما بتلتزمش معانا وما بتبقاش جديه، احنا بننزل المصنع في مخالفات في مخالفات لها يقدم خطه اصحاح بيئي توفيق اوضاع على حسب نوع المخالفه اللي موجوده اللي عنده، وفي مخالفات بتحرم له بها جنحه وبتنزل لها جلسه في المحاكم ويطبق القانون فيه، اما بشان صرف المياه الصناعيه على مجرى مائي ده مخالفه خطيره جدا جدا مما يمثل خطر داهم على صحه المواطن وصحه الثروه السمكيه، بيقوم جهاز البيئه والاداره العامه لشؤون باب المحافظه بمخاطبه جهاز التنفيذ المجلس مدينه جمصه برفع كافه المواسير التي تقوم بالصرف السلبي. دكتور احمد، في بعض المصانع اللي موجوده في منطقه في المنطقه الصناعيه في جمصه تعادل خطورتها مصنع السماد في طلخه. تمام، مصنع السماد في طلخه هو مقدم خطه توفيق اوضاع. لا انا بتكلم، لا دكتور انا بتكلم على ان في مصانع في المنطقه الصناعيه احنا شفناها تعادل في خطورتها، تعادل في خطوره الصرف بتاعها يعادل الخطوره بتاعت مصنع السماد، يعني لو المصانع اللي في المنطقه الصناعيه دي بتصرف في الصرف يبقى الله، يعني ايه نقول يا رحمن يا رحيم على الثروه السمكيه اللي موجوده في منطقه جمصه، ويبقى البيوت بتاعه الصيادين دول تتقفل ويقعدوا في بيوتهم ومش هيلاقوا ياكلوا. فهل هل 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 القانون، هل القانون دكتور عماد، هل القانون عاجز على انه ياخد اجراءات مع المصادر اللي بتصرف في المصرف؟ لا حضرتك، احنا بنطبق القانون بكل حذافيره، وبعض المصانع التي تقوم بمصانع السماد والكيماويات في المنطقه الصناعيه في جمصه دي، حضرتك المصانع دي ملتزمه معانا في وزاره البيئه واخده خطه اصحاح بيئي، الخطه دي محدده من يوم كذا ليوم كذا، احنا بنتابع معاها واحده واحده، ولو في مشكله احنا بنراجعهم، اما لو في صرف صناعي مباشره على مجرى ماء احنا بنقفل الماسوره في الحال وبتم اتخاذ الاجراء القانوني، سواء كان اجراء اقرار على صاحب المصنع او المدير المسؤول بعدم توصيل مثل هذه المخالفه مره اخرى او يحرر له جنحه، وان لزم الامر وصاحب المصنع لم يستجيب بنعرض الموضوع على سيد وزير الداخليه باستصدار قرار بايقاف كافه فصل المرافق عنه، سواء كانت كهرباء او مياه شركه الميه. احتضن حضرتك في لجنه مشكله بقرار محافظه الدقهليه، فيها عضو من شركه مياه شرب الصرف الصحي، عضو من مديريه الصحه، عضو من
جاشن البيئه برئاسه مدير عام البيئه، عضو من الكهرباء، عضو من القوى العامله اللي هو الامن الصناعي. حضرتك اللجنه دي شغاله اسبوعيا على كافه المنشات الصناعيه، مش بس المنطقه الصناعيه في جمصه بل كمان المنطقه الصناعيه في العصافره، المنشات الصناعيه على مستوى محافظه الدقهليه. في حاله وجود مخالفه حقيقيه بيتم تطبيق القانون. دكتور عماد، انا بس الحاج محمد العراقي اللي هو احد الصيادين في منطقه جمصه ومتضرر مع الحاج احمد عبونس اللي هم ضيوفنا، هم صوروا تسريب لمصنع. انا عايز الشباب يجيبوا لك تاني على الشاشه وحضرتك تشوفوا كده، هل المصنع ده من احد المصانع اللي بتنتج مواد كيماويه؟ هو انا استاذنك بعد اذنك، انا اصلا للاسف مش في البيت عشان اشوف بس المقطع، انما لو في حاجه انا الصبح لجنه طالعه على هو موجود على الشاشه دلوقتي. يمكن حضرتك بعيد عن التلفزيون بس هو موجود على الشاشه دلوقتي. انا عايز حضرتك تتابع بعد كده او احنا هنبعت لك مقطع الفيديو ده تاني. حضرتك هل المصنع ده مصنع لانتاج مواد كيماويه؟ لو مصنع لانتاج مواد كيماويه والماسوره دي اللي بتسرب بيه، يبقى المصنع ده لازم يتخذ ضده اجراءات فورا. انا مش بحمل جهاز البيئه ولا بحمل السيد المحافظ ولا بحمل المنطقه الصناعيه ولا بحمل الثروه السمكيه المشكله في عمليه التسريب، لان انا عارف ان القانون اللي انتم بتستخدموه المفروض يديكوا الحق بالغلق الفوري للمصنع. المفروض ان المصنع زي ده لو تم اثبات حاله التسريب بتاعته ان يتم غلقه. يا استاذ حضرتك، لا يوجد في المنطقه الصناعيه خلاف مصنع واحد هو الذي يقوم باستخدام بانتاج الكيماويات، والمصنع ده تم رفع الماسوره اللي بتكون بالصرف ده اكثر من مره، وتم اتخاذ اجراء قانوني ضده، ورفعنا الموضوع ده على السيد وزير البيئه، ومحافظه الدقهليه عنده مذكره قدم حضرتك مذكره بهذا الشان، وفي حاله اثبات ذلك بيتم اتخاذ اجراء قانوني اللازم. طيب انا اتفضل الحاج محمد، الحاج محمد العراقي اتفضل. اتفضل الحاج محمد. والله يا دكتور عماد احنا متحملين برساله من صيادين جمصه جميعا، وبنرجو من سعادتك، دي اكل عيش، وبنرجو من سعادتك العمل التنفيذي. لازم حضرتك تنزل على ارض الواقع وتشوف الحدث بسعادتك، لان احنا دلوقتي بنتكلم في اكل لقمه العيش، يعني مش مشكله شخصيه، احنا بنتكلم عن بلد معديه ل 200 الف واحد حياتهم كلها مكونه على الصياد. اما يبقى قطاع كامل كبلد شغاله حياتها على صياده او مهنتها الاصيله تدمر بقى لها 4 سنين يا دكتور عماد، يعني انا برجو من سعادتك النزول على ارض الواقع ونشوف هي ماشيه ماسوره واحده. ده انا اعتقد جميع المواسير اللي موجوده في المنطقه الصناعيه بتصرف مباشر في الصرف الزراعي. انا برجو من سعادتك نخش في المشكله، لان احنا جايين بنعاني. أنا جاي هنا محمل برسالة من جميع صيادين جمصة إن إحنا عاوزين نحل المشكلة بتاعة الصيادين بتاع جمصة. رسالة حضرتك وصلت يا فندم، ورسالتك على دماغي، والقانون بيطبق. بعض المصانع ما بتلتزمش بيتم اتخاذ الإجراء القانوني ضدهم، في إجراءات قانونية، في إجراء مخالفات إجرائية، في مخالفات قانونية. إحنا شغالين، رسالتك وصلت وعندنا الاثنين لك يا فندم، وإحنا بنطبق القانون بحذافيره. بيتم عرض المشكلات على السيد الوزير المحافظ باستمرار. بعض المصانع بتقوم بالتزام، وبعض المصانع ما بتنفذش القرارات او ما بتنفذش خطه التوفير اوضاع. في قرارات صادره من مجلس الوزراء بان ضروره انشاء وحده معالجه. بعض المصانع التزمت، بعض المصانع ما بتلتزمش، بندق عليها بنشوف شغلنا. فرسالتك وصلت يا فندم، وعندنا الاثنين بحضرتك. انا ارجو من سعادتك يا دكتور عماد. بعد اذنك يا دكتور عماد، بعد اذن سيادتك، هو مجرد ان السمك اللي في البحر يا استاذ عماد في البحر الابيض متلوث، يعني السمك ما يجلوش نسبه تلوث كده لما يكون في حاجه جامده ملوثاه. فبعد اذن سيادتك يعني التلوث ده مش ماسوره او اتنين، ده مواسير كتير يا دكتور عماد. فبعد اذن سيادتك عايزين حل سريع للمشكله دي. حاضر يا فندم. وفي موجود حل موجود يا دكتور عماد، الحل سهل وبسيط. الحل السريع لسعادتك ان احنا رحنا في الزياره اللي احنا رحنا المنطقه الصناعيه، والدكتور احمد محجوب مشكورا، وهو شخصيه محترمه جدا، وساعدنا وحاول وعاوز يعالج المشكله، بس الموضوع اكبر تقيل، عاوز جهات الدوله تساعده فيه. احنا في محطه الصرف بتاع المنطقه الصناعيه، مش ممكن منطقه صرف صحي قائمه على موتور واحد يشد الصرف الصحي بتاع المنطقه الصناعيه. طب ايه المنع ان المصانع دي تحول صرف بدل ما الصرف الزراعي يبقى للصرف الصحي ويترفع للمحطه العموميه بتاع المعالجه بتاع
ما هو ده الطبيعي حضرتك. الطبيعي ان المصانع ما بتصرفش منها مباشره، المصانع بتصرف على الصرف الصناعي الموجود في المنطقه الصناعيه. الصرف ده بيتم صرفه على محطه المعالجه اللي موجوده، ومحطه المعالجه اللي بتصرف في النهايه بعد التحليل وبعد اتخاذ وبرود النتائج ان المياه مطابقه للمواصفات. انما بعض المصانع المخالفه التي لا تستجيب للتعليمات هي اللي بتقوم بالمخالفه، واحنا بصدد لهذا الموضوع. يا دكتور عماد، اتفضل يا فندم. يعني انا برجو سعادتك ورجاء من ناس فعلا عاوزين يعيشوا. ناس غلابه. والموضوع بتاعنا والله واقسم بالله فعلا جد خطير. فاذا كان في خطوات نعالج المشكله سريعا بموضوع محطه الصرف الصحي، ده ممكن علاجه سريع عند سعادتك، والمحافظه ممكن توفر جزء مواتير سحب، وجميع المصانع تحول صرفها بدل ما الصرف الزراعي يبقى للصرف الصناعي. ده نقطه. النقطه الثانيه، في عندنا مساحه للمحافظه موجوده ورا المنطقه الصناعيه في المنطقه ورا المنطقه الرابعه. ايه المنع ان تاخد فلوس من المنطقه الصناعيه من جميع المصانع في المنطقه الصناعيه ويتعمل محطه معالجه؟ لان احنا سعادتك احنا داخلين على المياه دي كلها بتروح فين؟ بتطلع على البحر الابيض المتوسط. جميع التلوثات دي هتطلع على البحر المالح في حد المنصوره الجديده. فانا مش عايزين نوضح الامور اكتر من كده. طيب احنا قطاع الاسماك كله يعتبر الشال. في مقطع يا استاذ حسام موجود عند سعادتك، المزارع السمكيه اللي هي منخفضه اصلا اللي هي بترمي الصرف الزراعي اتدمرت وموجوده اكتر. بعد اذنكم عايز الفيديو بتاع الاسماك فيه ميته. يا استاذ احمد مش هتفضل استاذ عماد. ماشي يتعرض. دكتور عماد نجار مدير اداره تفتيش البيئه بالدقهليه، اشكرك جزيلا على مداخلتك، واحنا مجرد ان احنا بنتعاون مع الاجهزه بتاعه الدوله في ان في مشكله احنا بنحاول نعالجها. حاج احمد عبد المؤنس، ايه اللي انت بتطالبه الفتره اللي جايه من دكتور عماد؟ يمكن وضح ان هو ما عندهمش السلطه ان هم ياخدوا قرارات غلق للمصانع، لكن هم بيعملوا لها مخالفات، ويمكن المخالفات بتتعمل مخالفه وبيكرر تاني. فانت ايه هو يمكن على الشاشه دلوقتي دي الاسماك اللي كانت عندك في المزرعه حاج عم احمد؟ تمام. اه ده المنطقه كلها صحيح. المنطقه دي الاسماك دي كانت فين؟ عندي في المزرعه، عندنا شخصيا كانت عندي في المزرعه. لا الفيديو ده تحديدا فين؟ في منطقة قلبشه. في منطقة قلبشه. قد منخفضة ومعمولة مزارع وبنروي من مية الصرف الزراعي. مية الصرف الزراعي الوقت اتلوثت وموتت السمك بالطريقة دي. فأصبحنا ما عدناش بنعمل المزارع، والماء اللي نازلة في البحر المالح ملوثة البحر المالح. سيادة الرئيس عامل محطات تحلية مياه عشان نزود الماء بتاع الدولة، وعامل محطات مياه على البحر. وإحنا بنهدر الماء وبننزلها البحر ما بنستفادش منها. المرحلة اللي احنا بنستخدمها مرحلة تانية للمزارع، هي بتنزل بالمرحلة الأولى الوقت ملوثة في البحر. يعني ما عادش حد أي حد بيعمل مزارع لأن الماء ملوث بسبب المنطقة الصناعية. عايز الأستاذ يحيى عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية أستأذنكم. حاج محمد العراقي، احنا كنا شفنا ال 108 فدان، وكان الاستشاري أحمد حجوب رئيس المنطقة الصناعية قال ان هو هيتم فيها اجراء محطه معالجه. هل محطه المعالجه اللي هيتم البناء فيها على ال 108 فدان دي هتحل المشكله ديت؟ ده هتحلها قطعا. كل المشاكل اللي ان كانت مشاكل في البيئه او تلوث الميه بتاع الثروه السمكيه او مشكله السياحه ممكن مش هتخلي اي مشاكل في المنطقه. فبس احنا بنتكلم في الحل السريع الوقت حاليا. احنا في الوقت في وقف حل الوقت للناس. الحل السريع عندنا خيارين في الحل السريع، حل الصرف الصحي اللي موجود يجي مواطن ليه ويتحول الصرف من صرف الزراعي للصرف الصحي ويترفع على المحطه العموميه بتاع جمص، ده حل. الحل الثاني ان احنا ده صرف زراعي موجود، ما فيش حلول خالص نقوم جايين قافلين من هنا، قافلين الصرفات اللي في الاستاد المنطقه الصناعيه تتقفل كلها وتبدا اي صرف ينزل في الارض، يعني هيترفع بالنهار وبالليل الارض هتشده. بس ما تسربش في جميع المحطات اللي موجوده جنب المنطقه الصناعيه. ده حلول، بس احنا عاوزين الدوله او اجهزه الدوله اذا كانت البيئه او التجاره تيجي نقعد ونشوف نشوف لها حل. احنا عاوزين احنا كاهل بندور على حلول، عاوزين الدوله المسؤوله عننا وعلى اكل عيشنا
تشوف لنا حلول فيه. وانا ما اعتقد انا اللي احنا بنتكلم في دي صالح للدوله ذاته. يعني لما يبقى الانسان لما يجي معدي من ورا منتصف كده يا استاذ حسام بيحصل له انتفاخ من الريحه اللي طالعه والتلوث اللي موجود حتى في الهواء ده مشكله. هم مجرد ما يفتحوا المايه يا استاذ حسام في خلال ساعه بالظبط بتوصل لبحر المال. يعني بيفتحوها من المنطقه الصناعيه ساعه بالظبط تروح بحر المال عند المنصوره الجديده تلقى الريحه طالعه. يعني ده تلوث بيلوث المنطقه كلها. والحلول اللي هم بيعملوها قفل الماسوره بيرجع تاني يوم يحط ماسوره جديد. احنا ما عملناش حاجه. بدل ما هو حاطط في محطه الصرف بتاع المنطقه الصناعيه ماتورين طب ما يحط اربع مواتير يحط ست مواتير. حاجه مؤقته عبال ما يعمل محطه المعالجه اللي يعملها. لكن احنا عندنا ناس في البلد ماتت من الجوع. احنا ظروفنا ظروف البلد تحت الصفر. استاذ احمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام استاذ احمد. تحيه ليك يا حسام بيه. ازيك يا استاذ احمد اخبارك؟ وتحيه للضيوف حضرتك. ربنا يعينك. انا دلوقتي مستثمر في مصرف جمصه. حضرتك الناس بتيجي اللي تقول ده الانديل اللي قرصني وهو مش مفيش انديل في جمصه. المصيفين نصهم بيطفشوا بسبب موضوع الانديل لان المايه بتيجي من المنطقه الصناعيه على مصيف جمصه. انا كنت واخد كشك على البحر وكافيتيريا اكثر الزباين طفشوا بسبب التلوث بقاله سنتين كده او ثلاث سنين. فاحنا حضرتك عاوزين نشوف حل عشان مصرف جمصه. عشان المصيفين طبعا الناس اللي بتيجي من القاهره اللي بتيجي من الجيزه اللي بتيجي من هنا جايين يقعدوا اسبوع لما بلاقوا الموضوع ده بيروحوا راس البر بيروحوا بلطيم بيروحوا بيبعدوا عن جمصه. وطبعا يعني احنا بنشكر المحافظ الجديد لان هو راجل محترم جدا وبنبارك له وبنبارك لسعد بيه الفرماوي ان الناس دي تقف معانا تساعدنا واحنا بنحب البلد. احنا عاوزين بلدنا تبقى احسن بلد في الدنيا. معلش يعني المصيف لما بيجي بيرتاح بينفعني. انا فاتح مثلا 10 15 بيت واحد لما 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 المصيف مش هيجي مش هستنفع هقفل بيوت الناس دي. فطبعا الميه بتيجي من المنطقه الصناعيه بتبهدلنا بهدله جامده. ده كلام حقيقي. ماشي يا استاذ احمد. السيد المحافظ وسعد بيه الفرماوي يعني يقفوا معانا يحلوا لنا المشكله ديت ولينا مشكله ثانيه برضك يا حسام بيه. اتفضل. بخصوص مصرف مدينه جمصه اداره المصرف. فحضرتك عاوزين نتصل مع سعد بيه الفرماوي او المحافظ يحل لنا المشكله. بس ماشي يا فندم. حاضر. حاج حمدي. ايوه مساء الخير يا حاج حمدي. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازيك يا باشا؟ الله يسلمك يا حاج حمدي. بقول لسيادتك ايه؟ اتفضل معاك. احنا عايزين بنناشد السيد المحافظ على الضرر بتاعنا. السيد المحافظ هو اهم حاجه بالنسبه لنا برضه. اتفضل معاك سامعينك اتفضل. الواد السيد المحافظ الاثنين قبل كده كان ساعدنا وقام مع الدكتور احمد وعملوا دور نشاط في الموضوع وحسينا بالخير بقى بعد منه. رجعت المصانع دلوقتي حاليا الناس بتوع المسؤولين بعد السيد المحافظ ما اتنقل فتحوا المايه علينا وريحتها طالعه. لو انت مشيت على السد تشم الريحه بتاعتها حاجه منظر وحش. حتى بتوع الثروه كانوا عندنا النهارده وقلت لهم شوفوا على الطبيعه المايه دلوقتي بقى لها ثلاث اربع ايام فاتحينها بعد السيد المحافظ ما اتنقل. هو صراحه كان قام معانا بدور ونشط الدكتور احمد بخصوص الموضوع ده وقمنا بمهمه جامده. وبعد منها بان الخير. يا بعد منها على طول هو السيد المحافظ اتنقل من هنا والقلق جه علينا من هنا. فاحنا بننشد السيد المحافظ وبننشد الناس ان كل راعي مسؤول عن رعيته وهم واحنا رعيتكم ويشوفونا بعينيهم عشان خاطر نعيش. بس انا في جمهورية مصر العربية اللي هي سيدة العالم. حمد حاج حمد اشكرك. حاج حمدي دكتور ايمن مختار محافظ الدهليه كان المفروض يدخل معانا النهارده مداخله بس احنا لاسباب فنيه البرنامج اتاخر شويه فيمكن ده عمل لخبطه في المواعيد. لكن هو عنده علم بالمشكله اللي احنا بنتكلم فيها ويمكن يكون هو متابع او هيتم تسجيل الحلقه وهيشوفها. واتمنى من دكتور ايمن مختار محافظ الدهليه هو كان بصفته سكرتير عام لمحافظه الدقهليه عنده بعض الملفات اللي كان فاتحها وكان من ضمنها منطقه صناعيه عنده علم بيها وهو دلوقتي اصبح محافظ للدقهليه صاحب القرار. اتمنى ان معاليك تفتح الملف بتاع
منطقة صناعية وعملية الصرف وتلوث المصارف واللي بيأثر على هيئة الثروة السمكية في أو موارد الثروة السمكية في محافظة الدقهلية. وأعتقد إن زي ما الضيوف بتوعي قالوا إن في أكتر من 20,000 بيت أو 200,000 بيت مرتبطين بمهنة مهنة الصيد، والتلوث بيقفل البيوت ديت وبيقطع أكل عيشها. أتمنى حد الأستاذ يحيى عبد العليم رئيس الإدارة المركزية للثروة السمكية بدمياط الفريق الإعداد بيحاول يتصل بيه، أتمنى إن حضرتك تتواصل معنا لأن إحنا محتاجين تدخل هيئة الثروة السمكية. حاج محمد العراقي، إحنا قلنا المرة اللي فاتت إن هيئة الثروة السمكية هي السند بتاعكم أو هي ولي الأمر بتاعكم اللي بيتعامل معاكم، المفروض إن هو يدعمكم. هو المفروض أي حد من الثروة السمكية يطلع الوقت يخش في البرنامج ويتدخل معانا. هما بياخدوا مننا السمك وبعد ثلاثة ايام يقولوا السمك ما، طب ما يطلع يقولوا بقى السمك بموت ليه؟ هما قالوا لنا ما عندناش عايزين سمك عشان السمك بموت، ما يطلع يقولوا لنا السمك بموت ليه؟ احنا عايزين نستفاد بالميه بتاعتنا اللي نازله في البحر المالح دي، تبقى ميه نظيفه نستفاد منها مش ميه ملوثه. احنا عايزين نعمل مزرعه ميه الصرف الزراعه دي، الصناعه مبوظه الزراعه، نعمل ايه يا باشا؟ هو بالنسبه للثروه السمكيه كان قام معانا الباشمهندس محمد طلعت مشكورا وجاب لجنه وطلعت فحصت الميه اللي موجوده ورا المنطقه الصناعيه، وبالفعل لقوا فيها نسبه تلوث عاليه جدا وطلعوا تقرير بالكلام ده، ونشدناهم قلنا لهم هيئه البيئه او وزاره البيئه تتدخل في الموضوع عشان تحل الموضوع معانا، لان الموضوع فيه كذا قطاع مشتبك فيه. فاحنا نشدناه عم نور وقالنا ثلاث سنين بنشد في الموضوع، بس ما فيش الخطوه الجديه. احنا عاوزين الدوله مش ما فيش خطوه جديه، ما فيش قانون بيديهم القوه انهم ياخدوا قرار. ده حقيقه، ده هم بيتحركهم، بس هو التحرك بتاعهم ضعيف او 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 مش هنقول ايد مرتعشه او ايد ضعيفه، لكن هنقول ايد بدون دعم قانوني. ما فيش مواد في القانون عندنا بطيء بتديهم حق ان هم المصنع ده بيسرب بيعمل تلوث في المنطقه الصناعيه بيدمر الثروه السمكيه، احد مصادر الدخل القومي في مصر. المفروض المصنع اللي يسرب او 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 يعمل تلوث في المنطقه يقف ما يشتغلش، المفروض نستخدم القانون او نفعل القوانين. معانا احمد من مدينه جمصه. ايوه يا فندم، السلام عليكم. عليكم السلام استاذ احمد. يا فندم انا صياد في المنطقه مع الحاج احمد ومع الاستاذ محمد عراقي. اتفضل. النهارده الميه نزلت يا فندم، يعني لو في كاميرات وفي حاجات تتفرج على السمك وهو ميت، يعني حاجه بجد، يعني ابسط حاجه اقول لك تصعب على الكاف. احنا اتدمرنا يا فندم خالص، اقسم بالله. وانا بكلمك دلوقتي انا عندي قرش في رجليا، علشان انا عندي اصلا عندي يعني تعب جلد، عندي ارتكارية في جسمي، فانا لما بنزل ميه وحشه تلاقيني بهرش على طول. انا اكل عيشي البحر واكل عيشي من السمك، فانا يعني بنشد من حضرتك والمسؤولين ان هم يشوفوا موضوع يا فندم. احنا تعبنا، احنا اكثر من 200,000 واحد تعبانين اقسم بالله، من اكل ولادنا بالعافيه، ولما الموسم بينتهي والله ما بنلاقي ناكل، والله يا فندم اقسم بالله ما بنلاقي ناكل. النهارده ما فيش سمك خالص يا فندم، من 7-8 ايام المايه كانت نازله كويسه، النهارده يا فندم المايه ما فيش، والله ما في حبايه جت على المايه سمك خالص، وبتوع الثروه النهارده بياخدوا مننا سمك. طب هنجيب لهم تاني منين؟ طب ما احنا ممكن نجيب لهم سمك ميت ونوديهم ونغش نفسنا ونغش الدولة، ينفع؟ أتمنى أن المسؤولين في الدولة يكونوا سمعوا اتصالك ويكونوا سمعوا كلامك ويحسوا بنبرة الصوت ونبرة الحزن اللي موجودة في أحد الصيادين في منطقة جمصة، بيقول لك إحنا بيتنا هيتقفل ومش هنلاقي ناكل ولا هنعيش. أعتقد أن السادة المسؤولين في الدولة، مش هنقول السادة المسؤولين في هيئة الثروة السمكية ولا السادة المسؤولين في جهاز البيئة في وزارة البيئة ولا الجهاز ولا السادة المسؤولين في الديوان عام محافظة الدقهلية ولا السادة المسؤولين في دواوين عام محافظات مصر اللي عندهم مناطق للصيد وعندهم تلوث، إذا مصادر الدخل القومي للثروة السمكية ديت تم القضاء عليها، يبقى احنا عايزين ايه؟ بتاع بحيرة المنزلة بيتم استقطاعها فيها شبهة، بيتم استقطاعها والقضاء على مصادر الثروه السمكيه ودخلها في بحيره المنزله. في مدينه جمصه بيتم تلوث المياه بتاعه الصيد من مصانع الصرف
والبيوت بتاعت الصيادين هتتقفل. انتم هو ايه انتم محتاجين ايه عشان يتم التحرك؟ اذا انتم محتاجين تدمروا الثروه السمكيه وعايزين ما تتحركوش قولوا لنا واحنا هنسكت مش هنتكلم، ولا هنقول الثروه السمكيه احد مصادر الدخل القومي بيتم القضاء عليها في بحيره المنزله، في بحيره مش عارف ايه، في جمصه، في هنا او هنا، هنقعد ساكتين مش هنتكلم. اذا كان اللي هو المقصود ان الثروه السمكيه بيتم القضاء عليها بالشكل ده نسكت. طب والناس اللي مربوطه، الصيادين اللي مربوطين والبيوت اللي مربوطه بمهنه الصيد، سواء في بحيره المنزله او سواء في مدينه جمصه او سواء في اي محافظه خاصه لها مصادر للصيد، الناس ديت دخلها هيكون منين؟ هتاكل منين؟ هتعيش منين؟ هتفتح بيوتها منين؟ انا اتمنى ان حد في الدوله يتدخل. اذا كانت جهاز البيئه او ديوان عام المحافظه كمحافظ للدقهليه او منطقه الصناعيه او المسؤولين في الدوله ما عندهمش القرار ولا القوه انهم يوقفوا مصانع بتصرف مواد كيماويه او بتصرف صرف ملوث وبتقضي على هيئه الثروه السمكيه او بتقضي على مصادر الثروه السمكيه في مدينه جمصه، اتمنى ان في حد يتدخل ويقول احنا نملك القرار ومعانا القانون وهنوقف المصانع دي. اما اذا كانت المصانع دي فوق القانون ومفيش قانون، لا قولوا لنا عشان احنا ما نستضيفش ناس، ولا نفتح الملف ده تاني، ولا نتكلم على هيئه الثروه السمكيه، ولا نقول بحيره المنزله بتتم سرقتها واستقطاعها، ولا بنقول ان الثروه السمكيه في مدينه جبصه بيتم القضاء عليها، ولا نقول ان مصادر احد مصادر الدخل القومي اللي هي الثروه السمكيه بتنهار. حاج محمد العراقي، لو انت سبت مهنه الصيد، انت عندك مهنه تانيه تشتغل فيها انت والصيادين؟ ده مهنه جد وابويا وانا يا استاذ حسام، ما فيش شغله تانيه نشتغلها الا دي. في حد اتربى على شيء وهيعرف يسيبه؟ يعني انت لو مهنه الصيد وقفت وانت ما لقيتش مصدر لرزقك من الصيد هتشتغل شغلانه تانيه؟ ما فيش يا استاذ حسام، الحياه ضغط على الناس كلها. لا انا عاوز الشؤون الاجتماعيه تنزل جمصه وتشوف المشاكل اللي موجود في اسر، واقسم بالله في اسر في جمصه انهار، ومعنى اسر في البلد تنهار، يعني في مشكله فعلا في البلد. انا بوجه رسالتي من نواه رئيس الجمهوريه، ارجو من رئيس الجمهوريه يتدخل في المشكله دي، لان احنا فيها فعلا في انهيار. احنا داخلين على مشاكل جامه في الايام اللي جايه. طب احنا بقالنا 4 سنين بننازع عشان نعيش، طب الايام اللي جايه نعمل فيها يا استاذ حسام؟ الاستاذ عماد مشكور يجي قابلنا ونروح. انا عايز الفيديو اللي على الشاشه ده دلوقتي، عايز الساده المسؤولين في الدوله يتفرجوا عليه. دي السمك اللي هو احد مصادر الدخل القومي في مصر، ميت على وجه البحر اهوت، ميت في الترع، ميت في المصارف، مفيش مصادر للدخل القومي من الاسماك موجوده في مصر، بيتم القضاء عليها. انا بوجه رساله للسيد الرئيس، بوجه رساله لكل راجل محترم قاعد على منصب، لكل راجل شريف صاحب قرار، بقول له الثروه السمكيه احد مصادر الدخل القومي بتتعرض للخطر. الحلقه اللي جايه انا هفتح المشكله او الفساد اللي موجود في بحيره المنزله والاستقطاع اللي بيتم فيه في بحيره المنزله، عشان اقول للدوله واقول للرئيس واقول للحكومه احنا محتاجين حد يتحرك وياخد قرار عشان نحافظ على مصادر الدخل القومي منها الثروه السمكيه. حاج معانا اتصال، استاذ حاتم. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ حاتم. ازيك يا استاذ احمد، عامل ايه؟ الحمد لله بخير، اتفضل معاك. انا من احد من جمصه، من سكه جمصه. ايوه يا فندم معاك، سامعينك، اتفضل. الوقت يا استاذ احمد احنا عندنا مشكله السمك دي في البحر. الوقت الواحد لما بيسرح يجيب شويه سمك لاولاده يجي ياكلهم يلقى ريحته، يبقى ريحه السمك سبرته. سبرته ازاي؟ يروح يبيعهم يجيب له مثلا 100 جنيه ولا حاجه، مع روح يطلع على الدوله يكون شويه السمك مات. يعني انت بتصطاد السمك في سبرته ملوث يعني؟ ايه ملوث. طب انت بتبيعه هو ملوث ولا انت بيموت منك؟ انا بجيب السمك اللي هو كبير عشان اجيب غدا اولادي، انا عندي 5 اولاد. يعني 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 الرئيس بيعمل حمله ل 100 مليون صحه، وهيعمل حمله لفيروس الكبد. الراجل بيتصرف مليارات على الحملات ديت عشان احنا نحافظ على صحه المواطنين، في الوقت ان في جهات ثانيه او في ناس ثانيه بتلوث السمك، بتلوث مصادر التغذيه للمواطنين. يعني هي بتجيب فيروس سي، بتجيب وباء للكبد من جهه، والرئيس بيصدر قرار بعد الدوله يعمل حملات. هو مين بيشتغل ضد مين؟ هو انتوا بتشتغلوا ضد بعض؟
يعني هو في الدولة احنا بنشتغل ضد بعض، يعني الرئيس بيطلق حملات عشان يحافظ على صحة المواطنين، وفي ناس تانية بتتهاون وعملية التلوث شغالة زمن الصيادين بيقولهم الراجل عامل شوية سمك جايبهم ب100 جنيه وهيروح يبيعهم، لما بيلاقوهم ملوثين بيرميهم لأنهم ماتوا مش عايز يبيعهم بالتلوث بتاعه. طب إذا كان هو عنده ضمير وعمل كده ففي غيره ما عندوش ضمير، ولا الكلام ده صح يا حاج أحمد؟ هو فعلا يا فندم، حتى لو واحد اشتراهم وجه ياكلهم هيلاقوهم ملوثين يرموهم برضه، لأن هو مش هيقدر ياكله، هو مجرد ما بيفتحوا يجي ياكله يلاقي ريحته زبالة ما بيقدرش ياكله. احنا يا فندم عندنا ناس في جمصة كنا بنلف على القرى والعزب اللي حوالينا بنلم لهم بطاطين قديمة من الناس وبنديها لهم، بطاطين قديمة عشان يغطوهم. ده حقيقي. والناس مش عارفة، الناس مش عارفة، مش لاقية تاكل ولا جاي عارفة تجيب حاجة تتغطى بيها. جبنا لهم بطاطين قديمة من القرى اللي حوالينا ووزعناها عليهم. هنسيب أهلنا يموتوا يا باشا؟ المشكلة يا صحيح السلام مشكلة عاوزة، يعني انا ارجو ان احنا نكون في دولة. لا احنا في دولة قوية. احنا بص، لا احنا في دولة ودولة قوية ودولة يحكمها قانون ودولة يحكمها لا احنا في دولة ودولة قوية ودولة يحكمها القانون. اذا كان في بعض الفسدة او بعض الناس اللي ايدها مرتعشة او التقصير عندها، فاحنا بنحاول ان احنا نسلط، بنقول لهم يا جماعة احنا معاكم اهو، ايدنا بايدكم، خلينا نساعد ونصلح. لكن اذا احنا لقينا اللي احنا الدنيا لما بنلاقيها لما بتبقى مبهوقه والدنيا هتروح مننا، فاحنا بنلم الدنيا مع بعضنا، احنا كاعلام كمواطنين بنلم الدنيا مع بعض، واحنا بندعم الكلام ده. هو يمكن ما عادش في وقت الحلقه غير الدقيقه يمكن. انا بوجه النداء للدكتور ايمن مختار محافظ الدقهليه، اتمنى ان معاليك تفتح الملف التلوث في منطقه جمصه، تفتح ملف استقطاع اراضي او مناطق من بحيره المنزله. حضرتك حط عينك على ملف الثروه السمكيه كاحد مصادر الدخل القومي في مصر. انا بشكر ضيوفي، بشكرك حاج احمد، بشكرك حاج محمد العراي، بشكركم مشاهدينا الكرام، واشكركم لمتابعتنا، والى اللقاء في امان الله.